السلام عليكم. هاي جلسة قبل الأخيرة من سلسلة المستوى الأول لأرغبة المعماري. بهاي الجلسة راح نتعرف على السقف المستعار وعلى الإضاءة والرندر، الإضاءة الاصطناعية يعني، والرندر بعض الخصائص اللي هي كمان جربنا فيها كتير. راح نتعرف كمان على الفاميلي موديل إن بليس، كانت النوع الثالث احنا مرقنا فيها شوي من قبل، راح ناخدها بشكل مفصل أكثر يعني. وبالاخر راح ناخذ مثال تطبيق نجرب فيه كل هاي الشغلات اللي عم نحكي عليها هلا، وبعض الشغلات اللي مرقنا فيها من قبل بس كانت يعني مرور سريع حكيناها حكي ما جربناها او ما طبقناها. اول شغله راح نحكي فيها هي سقف المستعار. انا مثلا اذا كان عندي عباره عن جدران، مثلا اربع جدران هيك، خليتهم يوصلوا لل الطابع الثاني بهالشكل، ومثلا كان عندي أرضية، كمان ما مهم كتير الأرضية وهيك شو ما كان، ورح أحط كورتين وول من هون لهون من هون لهون، وحطينا سقف. شلنا ال define scope، كان سقف هيك مثلا لو صار صح. نروح نشوف المنظر كيف صار عندي، في عنا هدول الجدران بدنا اياهم يوصلوا للطابق الثاني، ناقص متر مثلا، ناقص 1 ملم لأنه ما غيرناها. إذا حبينا نغير الواحدة يمكن نغيرها مشان نشتغل هذا الملف على طول. تمام، وراح اجي احط هون كاميرا، وراح اخليها من هون تبلش هيك. تمام، يمكن خليها تقرب على الزاوية أكتر، بعدين نفتح جدران أكتر من هيك السقف. تمام، هلا بباقي لنا هون نحكي عن سقف المستعار أو نحط سقف المستعار. بالبداية سقف المستعار لما بدي أجي أعمله ممكن أنا أوقف بالسيلينج بلانز بالليفل 1، فهو هلا بالليفل 1 وشايف أنا السقف، يعني انا بالطابق الليفل 1 شايف السقف، عم بطلع السقف. فامر السقف المستعار هو من سيلينج، من هون اول ما بكبسه بيعطيني خيارين، اوتوماتيك ولا سكتش. فالاوتوماتيك هو لحاله بيلقط الجدران مثل ما احنا شايفين هلا، وسكتش يعني انا اللي برسم السكتش تبعه، فنحن راح نخليه اوتوماتيك. نلاحظ انه هلا هو حط لي السقف من هذا النوع، نوع الشبكي. اذا رحت على الكاميرا مره ثانيه لاحظ انه هون صار في عندي مثل سقف له شبكي، شبكة الألواح يعني موجودة هون. هلا هذا السقف إذا حبينا نعرف خصائص عنه أكثر نلاقيه مثلا انه واصل لهون، تمام، و 2.6 الارتفاع، ارتفاع السقف عن أرضية الطابق. فأنا فيني أتحكم بهذا الموضوع، خليه مثلا 3، يعني إلي خيارات انه أنا أشتغل مثل ما بدي فيه بالارتفاع. إذا حبيت خليه يصير أعلى مثلا بعد 3.2، فهاي يعني ما أنا مشكلة، نحن نحسن نتحكم بارتفاع السقف مثل ما بدنا. وهون في له عدة أنواع، فينا نخليه من هذا النوع، فينا نستخدم هذا النوع، فينا نستخدم شبكة تاني كمان تكون 600 ب 600، فينا نخليه إنه سقف عادي جينيريك ما فيه شيء. هذا السقف بحسن يكسر الإكساء اللي بدي إياه، بس هو يعني بيكون عبارة عن طبقة سقف مستعار، بحسن نحط عليها إضاءة، بحسن نحط عليها كذا أي شيء بدي إياه، وبكسي يعني أي إكساء أنا حابب أكسيها مثلا مثل الأسقف العادية أو هيك. هلا إذا رحنا وقفنا بالكاميرا وراح أستبدل هذا السقف، خليه سقف من هذا النوع مشان هيك نتعرف عليه شوي، وجيت بعدها بدي أبلش أحط عناصر الإضاءة. بالنسبة لعناصر الإضاءة الاصطناعية، أول شيء نحن راح نرندر رندر عادية،
مثل ما تعلمنا ممكن نخليه 20، ممكن نحن نوقفه قبل ما يخلص 20، ما في مشكلة. مثل ما انا ملاحظين هاي رندر بدون اي يعني اي تعديل على الاعدادات. فانا مثلا هون اذا اجيت عدلت على الاكستيريور وعملت انتيريور سن اونلي ورندرت، راح اشوف فرق مباشرة يعني بين الاعدادات الاولى والاعدادات الثانية. شايفين كيف صار هون عم ياخذ هو اعدادات اضاءة، يعني عم ياخذ اعدادات كاميرا داخلية او مشهد داخلي. هلا نحن راح نجيب ونحط عناصر الاضاءة هون. وقفت ليفل 1 مرة ثانية. مثل ما انا شايفين هاي الشبكة الموجودة عندي. عناصر الإضاءة من كومبوننت ابسن لود فاميلي، روح على خيار اسمه لايتنج، طبعا هاي اليو اس متريك انا هون باليو اس متريك، روح على لايتنج اركتكتشر، وفي عنا بالمكتب الكبير كمان ممكن نلاقي بمكتبات ثانية أي شيء له علاقة بعناصر الإضاءة وهيك فاميلي بنحسن ننزلها نستخدمه. بدنا انترنال، احنا ممكن نشوف الخيارات الموجودة عندي هون. هاي كلها عبارة عن عناصر إضاءة مختلفة. مثل ما قلنا في بنلاقي مكتبات عناصر تانية كتير، راح استخدم مثلا هذا العنصر اللي هو أوبن وبلش وزعه هون. طبعا احنا لو نحط عناصر إضاءة بفراغ ما لازم يكون مدروس انه يعني هذا الفراغ قديش بيتحمل او قديش بده عناصر إضاءة لحتى تكون كافية، يعني كبير او صغير بده عناصر اكتر. ما نفس يعني الفراغات ما ك... اذا اختلفت احجامها انا ما بضل بستخدم نفس العدد، لازم يصير استخدم عدد اكبر اذا كبر الحجم او كبر الفراغ. هاي نقطة كتير مهمة مشان تكون الاضاءة واضحة و عم تعطي دراسة يعني اكبر او عم تعطي اضاءة اكبر. كل واحد يستخدم عناصر اضاءة ويجي رندر فما يحس انه الرندر صح او يلاقي الاضاءة كتير خفيفة، يقوم يصير يزود من اعدادات الاضاءة. نحنا ما صح نزود عدادات الإضاءة. أول شغلة لازم نكون نحن دارسين العناصر حاطينهم كعدد مدروسين، يعني يكون عددهم صحيح. إذا مثلا فراغ 3 ب3 أنا ممكن استخدم عنصرين أو 3 عناصر إضاءة، إذا صار 6 ب6 صار بدي عدد أكبر وهكذا. طب إحنا نحدد هلا اللايتنج ونقول له أوكي بدي آخذ بس هدول قربهم على اليمين شوي. تمام. هلا إذا رجعت لهون لاحظ إنه هاي صارت العناصر اللي عندي، طبعا إنه أنا موزعة ب معنى موزعة بشبكة يعني مستقيمة 100% في لأنه وزعتها بشكل يدوي. نحن إذا حبينا نوزعها بشكل مستقيم ممكن نستخدم كوبي ومع الكونسترين فبصير ثابت، يعني عم يمشي بشكل ثابت. هلا إذا أجينا رندرنا بخيار انتيريور سن اند اترفيكر إنه اصطناعي وطبيعي بنفس الوقت، الشمس والإضاءة الاصطناعية، قلت له رندر. طبعا هي الشمس جاي من هاي الجهة لهيك عم يكون هون في توهج إضاءة كتير كبير مع حرق يعني. تمام هيك مثل ما احنا ملاحظين احنا ممكن هلا بسبب التوهج اللي هون نعدل شوي على إضاءة الشمس أو تأثير الشمس، نخفف الحرق كمان. كمان هذا بيكون له دور. نحدد الخيارات اللي بدنا إياها مشان نحنا نصير نشوف تأثيرات معينة مثل ما بدنا. هلا احنا بدنا نشوف اضاءة صناعية فقط، فمن انتيريور كمان قلنا تريفيكال اونلي وقلنا له رندر. هيك مثل ما احنا شايفين بالاضاءة الاصطناعية بين عندي مثلا انه الفراغ لازم يكون فيه عناصر اضاءة اكبر من هيك، في عم يطلع عنا بقع معتمة يعني اماكن معتمة، هذا الحكي ما لازم يكون صاير، وهذا سببه انه عناصر الاضاءة محطوطة عدد قليل. طبعا احنا فينا نتحكم بقوة العنصر الواحد من الإضاءة وبالتالي بيتغيروا كلياتهم بتصير قوتهم أكبر، راح نتعرف على هذا الموضوع بعد شوي. بس الأفضل إنه احنا ما يعني إذا كان الموضوع كتير بهمنا فنحن ما نعدل بالإضاءة، ما نعدل بقوة الإضاءة، نعدل بعدد العناصر اللي عم نستخدمها. فينا كمان نعدل نحن من هون نعملها أكثر إشعاع مثلا بحيث تفتح أكثر، بس يعني هون بيصير الموضوع مثل تأثير لوني أو تأثير بالصورة، تعديل على الصورة بس مانو حقيقي أو واقع الموضوع. لهيك نحن مثل ما عم نقول يفضل إنه نعدل بعدد العناصر بحيث يكون عدد منطقي واقعي، ما يكون اللعب بالألوان أو بتأثيرات الإضاءة.
هاي كمان كل شيء بخص موضوع الإضاءة وعناصر الإضاءة وهيك. الأمر اللي راح ناخده بعد هاي النقطة هو المودل ان بليس. أنا راح أخلي هدول عشان تكون ممكن نستخدم تطبيقات مودل ان بليس عليهم. الأمر المودل ان بليس نحن من كومبوننت من هون ناخذ مودل ان بليس، نختار الفاميلي أو التصنيف اللي نصنف منه هاي الفاميلي. فمثلا أنا راح أختار جنريت، لا أنا ما اخترت جنريك، هلا كرست بالغلط على تحتها. هاي جنريك موديل، اوكي جنريك يعني موديل عام، يعني ما انه تحت تصنيف خاص. احنا اخذنا من قبل امر اكستروجين، اخذنا امر سويب، رح ناخذ هلا او نحكي عن امر بلند. امر بلند بيطلب مني سكتش اول وسكتش ثاني، وهو بيجي بيوصل بين هدول السكتشين، بيوصل بيناتهم يعني حسب نقاط معينة متقابلة بيوصل بيناتهم. راح نرسم السكتش الأول هون، حلو ست بيك، اختار هذا السطح وقول له ارسم الجسم الأول، خليه كبير مشان يبين. راح اخذ هون الجسم الثاني، راح اخليه على هذا السطح كمان، ارسم مثلا، لا بدي ارسم هيك انا بهذا الشكل. هلا اقول الاشارة صح، فبلاحظ كيف هو دمج بين الشكلين. راح الغي الاشارة اللي هون، شرط التثبيت مع المناسيب يعني مع المستويات اللي اخذتها انا من هون ومن هون. راح اعمل شيدد، نشوف الجسم اللي صار عندي، اقربه هيك شوي لهون، تمام. فلا صار عندي هذا الجسم مثل ما احنا شايفين، هو وصل بين هذا الشكل وصل بين هذا الشكل. طبعا احنا فينا نحط الاشكال اللي بدنا اياها، يعني انا بدال هذا الشكل مثلا هون فينا نحط مثلث، اختار عدد الأضلاع عنه 3 والإشارة صح. لاحظ كيف يصير اندمج بهذا الشكل كمان، يعني نحسن نختار أشكال بدنا إياها مشان يصير في دمج بيناتهم. طبعا هذا ممكن نستخدمه لصناعة طاولات أو صناعة زخرفات معينة أو مفروشات معينة، صناعة مجسمات كمان ممكن، أبني كتر في مختلف، يعني بس الواحد يلاقي طريقة معينة مشان يشتغل فيها. الامر اللي بعد البلند هو الريفولف. الريفولف بيطلب سكتش وبيطلب منه كمان محور التدوير. فمثلا نحن اذا عم يطلب هلا هو السكتش تبع اللي بده يبرم حوالي محور معين، راح اخذ انا هذا السطح اللي هون، اجي ارسم سكتش في هذا الشكل. راح اخذ اوفسيت في مقدار واحد مثلا، اوكي هون هيكم كما شايفين. تمام هون ترين لين هذا ده هذا يكون على نفس المواساة اللي فوق، أو لا ما في داعي أخليها هيك، بس راح صغيرة لهاي بالشكل. فهلا هيك اخترنا السكتش اللي بده يدور. بعدين راح ناخذ محور الدوران، راح نخليه هون هيك بهالشكل وله إشارة صح. فنلاحظ مثل ما عنا مثل ما شايفين هون طلع عنا هذا الشكل اللي هو مثل مزهري أو هيك. كمان فينا نتحكم ببعض الخيارات الموجودة عندي هون اللي هي من خصائص الأسهم يعني الموجودة. نزل تأثير تحت
يعني احنا نتحكم بسكتش اب راسمينه من هون، يعني مثلا هلا عم حرك الخط اللي كان موجود من تحت، يعني كمان مثل ما شايفين بيطلع لنا هيك شكل. ممكن كمان نستخدمه لعدة استخدامات حسب الشكل اللي عم يشتغل عليه. ممكن نعمل مسرح مثلا بهالطريقة، انه انا عم برسم مقطع الدرجات وهيك، اذا كان مسرح نصف دائرة او هيك، لانه نحن من هون نحسن نتحكم بالدرجة اللي موجودة هون. ممكن نحطها 180 فبيطلع عندي تدوير بس بنسبة 180 او درجة 180. لهيك نحن ممكن نشتغل هون مقطع مسرح ويصير يلف ويصير درجات موجودة عندي. هاي احد الاستخدامات يعني على سبيل المثال. نوع او الامر اللي بعد الريفولف هو امر سويب تو بلين، لانه اخذنا احنا امر سويب من قبل، هو يعني بس بده مسار وسكتش مشان يشتغل علي. امر سويب تو بلين بيطلب مني نفس السويب انه مسار، بس الفكره بالسكتش انه ممكن يكون سكتش بالبدايه شكل وبعدين يصير نوع ثاني. فنحن ممكن السكتش باث واختار مثلا هذا المنسوب اول شيء، وارسم سكتش بهالشكل. مثلا هيك. وبعدين اجي اختار ال شو اسمه البروفايل، بقول له سلكت بروفايل 1، اديت بروفايل، وارسم على سبيل المثال سكتش هيك. بعدين اقول له شارت صح، واختار سلك بروفايل 2 واللي ديت بروفايل، ارسم مثلث نفسه بس يكون يعني لافف بطريقة تانية. هذا اذا كان هيك مثلا هذا يكون هون هيك بهالشكل، واللي شارت صح، شارت صح تاني. فملاحظ كيف صار شكل عم يلتف هو عم يوصل بين السكتشين. ممكن يكون هذا عم يصغر مثلا، إذا عملناه سكيل من هون لهون خليناه يصغر، عملناه شارت صح، فملاحظ كيف صار الشكل. كمان إحنا فينا مثل ما إحنا شايفين نشتغل على عدة أنماط بعدة أوامر ونطلع يعني كتير شغلات مثل ما إحنا حابين. هلا مثلا هون ممكن إحنا نشتغل على أمر سويب كريت، نقول له سويب ونختار بيك باث، ناخذ هذا المسار نقول له شارت صح، بعدين اختار سيلكت بروفايل، إديت بروفايل، وارسم على سبيل المثال دائرة مثلا هون بهالشكل، كل إشارة صح. لاحظ صار في عندي هون مثل دائرة ماشية على هذا المسار. ممكن تكون الأوامر هاي نفسها في منها أوامر حفر، يعني كرييت نفس الأوامر الموجودة هون بلاقي في منها أوامر حفر هون. فأنا فيني أختار مثلا كمان سويب للتفريغ أو للحفر، أقول له أختار بيك وأختار هذا المجسم اللي هون، بعدين أختار إيديت بروفايل وأرسم هون كمان دائرة ممكن تكون أكبر، قول له إشارة صح، بعدين قول له إشارة صح. فبلاحظ كيف صار الشكل عندي هون محفور وهون مصمت أو مبنى، يعني أما هون عبارة عن محفور. فنحن بهالطريقة فينا نشتغل عدة أوامر، يعني حسب الحالة الموجودة عنا أو حسب الشيء اللي بدنا نعمله ممكن نستخدم هاي الأوامر ونركبها مع بعضها ليطلع الصيغة النهائية. وهي غالبا يعني ممكن إحنا نستخدمها يعني في اغلب الحالات مشان شغلات لها علاقه بالديكور، لها علاقه بالفرش، بالعناصر الداخليه، وممكن نستخدمها احيانا للكتل الخارجيه. هيك احنا بنكون غطينا يعني اوامر الفاميلي الموديل ان بليس. بنختار مثلا اذا حذفت انا هذا خليت هدول الاثنين او خليت بس واحد منهم الى اخره، يعني قلت له فينيش موديل. فبنلاحظ انه هلا هو صار كله عباره عن موديل واحد مع الاجسام الموجوده هون. لو كنت ماني حازف مثلا مخلي بس هيك قلت له اشارت صح، فبلاحظ انه هدول اثنيناتهم عباره عن فاميلي وحده عم تتحرك سوا. هاي كمان كانت لمحه عن او تفصيل شوي بالاوامر تبعت الموديل ان بليس. اخذنا الاكستروجن والسويب والبلند والسويت بلند والريفولت. هلا بعد هاي النقطه رح ناخذ تطبيق عام او مثال عام يعني لهاي الاوامر مجتمعة مع بعضها، بالاضافة لبعض التفاصيل الصغيرة مثل الماتيريال والرندر اللي حكينا عنها حكي بس وما طبقناها بامثلة.